النهارده هنتكلم عن موضوع الـ nerve entrapment of the upper extremity. طبعا موضوع كبير مش هكفيه نص ساعة، فاحنا عايزين نتكلم هنا نركز على clinically oriented cases ونتكلم على new techniques في المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله. طبعا زي ما احنا عارفين the most common nerves اللي بيحصل فيها entrapment في الـ upper extremity هو الـ median nerve، سواء في الـ carpal tunnel syndrome الـ most common syndrome in the upper extremity، أو pontoterus syndrome أو anterosis anterior syndrome. يليه الـ ulnar nerve طبعا عند الـ elbow joint اللي هو cubital tunnel syndrome، أو عند الـ wrist joint هو الـ Loge Digital syndrome. طبعا nerve radial nerve هو الـ nerve ممكن بيحصل فيه entrapment. Very rarely بنشوفه عند الـ shaft بتاع الـ humerus هو radial nerve compression proximally. الـ most common ممكن نشوفها اللي هي supinator syndrome اللي هو compression بتاع الـ intercostal posterior nerve distal to the elbow joint. و Vartenberg syndrome of compression of the superficial radial nerve and mid shaft of the radius ما بين ال first و second compartment. هنبدأ بقى أول حاجة بال medial nerve أو ال entrapment etiology. طبعا ممكن anatomic entrapment، ممكن idiopathic، في inflammatory causes زي ال synovial synovitis of the flexor tendons أو post traumatic metabolic. هنبدأ أول حاجة بالميديال نيرف. طبعا most common site of entrapment هو الكاربال تانل سندروم as the wrist joint زي ما كنا عارفين، يليه البرونتوتيريس سندروم، وأخيرا anterior interosseous سندروم. الكاربال تانل سندروم طبعا الإيتيولوجي بتاع زي ما احنا عارفين increased volume of the structure inside the carpal tunnel زي synovitis في عينين اللي عندهم روماتويد، زي في الإديمة في الناس البريجننت أو في اللاكتيشن أو الناس بتاخد كورتيزون، ممكن في وجود تيومرز زي جانجليون أو ليبوما في المنطقة دي، أو بوست تروماتيك زي في حالة البيرونيت فراكشر ديسلوكيشن زي ما احنا شايفين في الصورة دي، البيرونيت بارما ديسلوكيتد وهو عاملة كومبريشن على الميديان نيرف. طبعا كلينيك العيان بيشتكي مينلي من باراستيزيا في الثامب والريديال ثري فينجرز، بتزيد مع ريست فليكشن، وفي بعض العيان بيشتكوا من decrease of the thumb power. زي ما احنا عارفين طبعا في البحث بتاعنا ناخد بالنا من الاتروفي بتاع الثينر ماسل، ودي بتحصل في long standing cases of carpal tunnel syndrome. طبعا التيست المعروف اللي هو الهوفمان تيل ساين والبوست فالن تيست، دول تو تيست ار دايجنوستيك وطبعا الناس كلها عارفاهم. بعد كده نبدأ نفحص السنسوري، نتأكد إن البارستيزيا أو السنسوري impairment mainly في الثامب والريديا 3 فينجرز، وسبيرنج دايما طبعا الرينج فينجر والرينج فينجر أنر أسبكت والسمول فينجر. برضه نفحص الموتور examination، بنفحص البالمر abduction opposition بتاع الثامب which can be affected أو in long standing cases of carpal tunnel syndrome. الالكتروفيزيولوجيكال تيست طبعا بيعمل الديستال موتور ليتنسي، ده اوبليجاتوري في حاله الكاربال تانل سندروم قبل ما نتدخل، وبنقول ان تيل فير ملي بير سكند ده بنعتبر ان هو نورمال، وبعد كده بنقول ان هو اب نورمال سواء مايلد او مود او سيفير حسب الرينج بتاعنا بعد الـ بعد الفير ملي سكند. طيب ازاي بنعالج الكاربال تانل سندروم؟ في حالات لو عيان لسه بقى له فتره بشكل بسيطه، او عيان عنده مايت كومبلين، او في البيشنتس البريجننت او اثناء اللاكتيشن، ممكن نبدا اول حاجه بيه كونسرفتيف ثيرابي عن طريق نايت سبلنت. في بعض الاسر بيقول محتاج ان كورتيزون انجكشن، ما بفضلش انا لكنها موصوفه. وفي حالات طبعا لونج ستاندنج كيسز او الديستال موتور ريدنسي عالي قوي، او في اتروفي في تيمن ماسل، أو في permanent pain أو persistent pain برغم الـ night splinting، هنبدأ إن نتدخل جراحيا سواء عن طريق الـ open carpal tunnel decompression أو endoscopic. في الـ open carpal tunnel decompression بنعمل طبعا small incision بين الـ thinner و hypothinner eminence، بنعمل sharp dissection لحد ما نوصل على الـ first retinaculum. طبعا بسيزر بـ knife بنفتح الـ retinaculum، وبعد كده بسيزر بنعمل decompression proximally و distally to the old carpal tunnel. في بعض الناس بيفضلوا يعملوا برضه flexion synovectomy، دي بنعملها في severe cases of synovitis، ممكن نعمل نشيل synovial sheath بتاع الفليكس تندون، بس طبعا مش total synovectomy.
طيب في حل تاني؟ اه طبعا الاندوسكوبي كاربال تانل دي كومبريشن، ده انا صراحه بعمله از فيرست اوبشن في معظم الحالات بتاعتنا. وسبب حل يعني سبب في ان انا بفضل الاندوسكوبيك ان انا بعمل سبيرنج للانسيجن اللي هو في البالم او ذا هاند، اللي هو معظم العيانين بيشتكوا من فتره طويله العمليه، بيجيلهم بيرسيستنت بين وسكار اريتيشن مع التحميل على الايد او، فطبعا زي ما احنا شايفين السكار هنا صغيره جدا بعيد عن الاريا اللي احنا بنستعملها في البالم اوف ذا هاند، ودي بيطلع عيانين بعد اسبوعين بيقول خلاص انا ايدي خفت خالص ما عنديش اي مشكله. وفي حالات يمكن عملناها في خلال اسبوعين بنعمل الايد الثانيه اليمين وبعدين الشمال، لان العيان بعد اسبوعين بيحس انه خلاص ما كانش في عمليه في المكان ده اساسا قبل كده. طيب زي ما احنا شايفين هنا عايزين فوت نت دي نبذه عن ازاي بنعمل الاندوسكوبيك. بنعملها زي ما احنا شايفين في هنا نايف، بندوس على البوتون دون يطلع فوق، ونقدر بيها نقدر نعمل ديكومبريشن للكاربال تانل سندوم. ده فيديو صغير ممكن برضه احب اوريكم نشوف ازاي بنشتغل. بنعمل سمول انسيجن حوالي 1 سم و 1 سنتيمتر بروكسيمال للريست كريز، جاست ريتال جاست انر للفيكس للبرامايز لونج ستنتوم. وبعد كده بنبدا بالسيزر نبدا نعمل فايند سكشن لحد ما نوصل للفيرست لل فور ارم فاشيا. طبعا بنحط سكين هوك عشان نقدر نوسع نفسنا شويه. وبعد ما نوصل للفور ارم فاشيا بشارب نايف، بنفتح بنعمل اوبننج للفور ارم فاشيا. ساعات بيكون في فات في سكتنا ممكن نشيله، وبعد كده بنبدا نعمل دايلاتيشن بداليته عشان نوسع نعمل سبيس للنايف هتخش بعد كده بالاوبتيك. وبعد ما نعمل دايلاتيشن بنستخدم حاجه زي راس زي شبه بروس الفيتو كده شويه عشان نشيل اي اديجنز ما بين فيشر اتناكلم والاندرلاينج ستراكشر. لو في اي حاجه اديجنز او في سنوبيا اديجنز ماسك بنسلكها عشان يبقى احنا ما فيش بين النايف والكربل والفيشن نعمل اي تيشو موجوده. بعد كده بندخل النايف، وزي ما احنا شايفين بنقدر نخش هو بالنايف. اول ما نبقى شايفين كويس بنفتح النايف زي ما احنا شايفين هنا فوق، وبنقدر ان احنا نبدا نعمل ريليز للكربل تانل ونعمل ديكومبريشن للميديان نيرف. طبعا ما بتاخد حوالي 5 دقائق 7 دقائق بالكثير. زي ما قلنا بعد العمليه مفيش اي نوع من السبلنتج، العيان بيبقى تاني يوم على طول بين فري، اسبوعين بكتير بيكون رجع للشغل الطبيعي او حالته طبيعيه جدا ولا اي مشاكل. عشان كده دلوقتي انا اي حاله اقدر اعمل فيها اندوسكوبيك طبعا بوتر تاتشي. طبعا حالات ريكرنت او لو في طبعا سويلنج في تيومر حاجه زي كده طبعا مش هنلجا، هنبدا طبعا الاوبن بروسيجر. طيب تاني سندروم لميديا نيرف كومبريشن هو البروتوثيريس سندروم. هي مش كومن قوي صراحة، لكن سكند موست كومن. ممكن تحصل لو حصل، احنا عارفين الميديا نيرف بي باث ثرو ذا تو هيد اوف ميديا تيرز ماسل، فلو حصل هيبرتروفي للماسل ممكن يعمل كومبريشن على الميديا نيرف. ساعات الكومبريشن بيحصل بالجزء من الباسف سندوم بالذات الفيبروسز، او بيحصل من الارك بتاع الفيشل ديجيتورم سوفيشيالز. الان بشتكي مالي من ديك بين في البروزمال فور ارم بتزيد مع الفورس والباور. نادرا ما بيكون معاه سنسوري او موتور ديفكت. لما نفس عيان بلاقي عنده تندنس على البروسمال فور ارم، الهوفمان تين ساين ممكن تبقى بوزيتيف، فايل تيست طبعا بيكون هي نيجاتيف لان مفيش كاربال تانل بروبلم. التيست دايجنوستيك ليه لما نعمل فليكشن للالبو اجينست ريزيستنس والسوباينيشن ديس كوز بين عشان بيحصل كونتراكشن للبايسبس وجزء منها ديس فايبوزز. ممكن يحصل بين مع البرونيشن of the extended arm عشان هتقعد بنشغل ال pronator teres muscle، او يحصل بين مع flexion of the middle finger against resistance عشان هي بنشغل بنعمل بنشغل ال flexor dorsalis of the shallis muscle. طبعا بنفحص sensory examination بنفحص motor function و التريتمنت بيبقى mainly conservative treatment عن طريق ان احنا بنعمل OPR forearm above elbow splint، واحيانا بنستعمل anti inflammatory medication لو ما فيش اي تحسن او ان في طبعا
كوز للكومبريشن ده زي سويلنج او مفيش تحسن بالعلاج التحفظي، فبنلجأ للعلاج الجراحي وهو بنعمل نيورولايسيس للميديان نيرف. هنا في هنا الكوز طبعا هنا البروكسيمال، هنا ديستال ميديان نيرف ماشي من الالبو قدام داخل ما بين التويد اوبتيرز زي ما احنا شايفين هنا، وهنا بنعمل ريليز للميديان نيرف كومبليت. طب في سندروم تاني او في كومبريشن تاني ميديان نيرف هو الانتيريور اوسيس سندروم، وده بيحصل الكومبريشن للانتيريور اوسيس نيرف اللي هو جزء من الميديان نيرف بيتقسم عند البرونكتيرز تو بارتس. الانتيريور اوسيس نيرف بيمشي ديب للبرونكتيرز او ديب للديب هيد، والميديان نيرف بيكمل ما بين التو هيدز. فهنا ممكن يحصل كومبريشن للانتيريور اوسيس نيرف يا اما بين الديب بارت اوف البرونكتيرز او الفيش الشمس او الشالس، او لو في اكسسوري ماسل او لو في كروسنج فيسلز. برضه العين هنا بتشكي مينلي من بين في الفور ار، وطبعا هي في شكوى شائعه جدا اللي هو دايجنوستيك للحاله دي اللي هو بيشكي من ويكنس في الفيسوس بوليس لونجس تندون الشتورم بروفاندس بتاع الاندكس والميدل فينجر. طبعا هي ما ينساش برضه على طول نشك على طول في اللي هو المونونيورايتس بارسونال شتيرنال مونونيورايتس اللي هو بيكون فايرال انفكشن. العين بيجي فايرال انفكشن بيبقى بعديها شكي من ويكنس لبعض الماسلز، ودي بتبقى سيلف ليميتنج وبيحصل سبتنس ريكفري mainly in 6 months to 1 year. طب ايه الدايجنوستيك ساين بتاع التينز اوسيس سندروم؟ هو الرينجز العين طبعا بيبقى عنده ويكنس في فيرست بوليس لونجس والشتيرنال بروفاندس اوف ذا اندكس فينجر. فلو قلت له يعمل رينج ساين زي هنا مش هيقدر يعملها، ما بقدرش يتني الديب الدي اي بي جوينت بتاع الاندكس فينجر او الاي بي جوينت بتاع الفم. ديس تاني ان احنا بنعمل اكزاميشن للبروتوكوليتس ماسل ان البو فليكشن عشان هنا الديرز هنا ما بقاش شغاله. ان سوبينيشن اوف ذا بريزنتد هاند اجينست ريزيستنس العين ما بيبقى عنده ويكنس في الناحيه اللي فيها انتوسيس انتيريور سندروم. طيب علاج ايه؟ العلاج الاول العلاج التحفظي او الكونزرفتيف تريتمنت الاول عن طريق ان احنا بنعمل انتي انفلاماتوري ميديكيشن. في بعض الاسر بيفضلوا لو العيان جاله فايرال انفكشن دي انتي فايرال دراج او ريتوكورتيزون، بس معظم الاسر بيجتمعوا ان احنا بعد لو بعد 6 مانس نو امبروفمنت ان احنا نعمل ريليز للانتيريور انتروسيس نفس اللي احنا شايفين في الصوره قدامنا. طيب هل ده كافي؟ بعض الاحيان ما بيجيبش نتيجه، وساعتها هنلاقي لما تنتظر ستيم ترانسفير عشان نحسن الفليكشن اوف ثامب اوف ثامب اند ذا اندكس. طب في رير كيسز بشوفها انا عمري ما شفتها في حياتي بس بشوفها في كتب ان ممكن يحصل للكومبريشن للميديان نيرف عن طريق ليجمنت اوف ترازر ما بين السوبركوندايلر سوبركوندايلر بروسيس اند ميديال ابيكوندايلز. احنا شايفين هنا في ليجمنت ماشي في المنطقه دي والليجمنت دون بيعمل كومبريشن على ميديال نيرف اثناء مروره في الابر ارم. دي رير كيسز طبعا وانا عمري ما شفتها في حياتي، ودي انت اوبرتيف فوتوز لما شلنا السوبركوندايلر بروسيس اللي هي دي في الاشعه. طيب هنبدا كده نشوف الالنا نيرف. الالنا نيرف بيحصل فيه كومبريشن في تو كومن ارياز، وان ات ذا البو جوينت اللي هو اسمه الكوبيتال تامي سندروم، اند ليس كومن عند اللوج ديجيون area او الريست جوينت which is called لوج ديجيون سندروم. الموست كومن كومبريشن اريا هو عند الالبو جوينت، ده بيحصل كومبريشن اما ب الاركيد اوف ترازرز اللي هي الانتر ماسكولار سيبتم او الابودروس فيسو كاربي انرست ماسل. وطبعا في حالات اللي هي مايونيوم فراكشر اوف ذا البو والبالكس ديفورميتيز ممكن يحصل برضه ستريتش على النيرف وعلى نيرف سيمتومز. Other causes زي tumor أو arthritis أو ganglion ممكن طبعا تعمل compression على أي نيرف عندنا. طيب العين بيشتكي طبعا أو البيشنت بيشتكي طبعا عارفين كلنا من parasthesia للرينج فينجر و ulnar site زي ما احنا شايفين في الصورة و little finger و dorso ulnar aspect of the wrist. برضه بيشتكي من power reduction of the fine grip و بيكون في طبعا pain from the elbow شديد to the hand on her side. How to examine?
طبعا في اللونج ستاندنج كيسز ممكن لايك لو هاند ديفورميتيز او لا هايبوتينر، اما هايبوتينر اتروفي او الدكتور اتروفي زي ما احنا شايفين في الصوره عندنا. How to examine these cases برضو بنعمل برضو بالكشف عند الالو عشان نشوف الهوفمان تينل ساين، ومهم برضو نعمل بالبيشن للالبو جوينت فليشن اكستنشن عشان نشوف اي تندنسي اوف تندون سبلكسيشن، هيفرق معانا بعد كده في العلاج بتاعنا. طبعا هيفحص سيسو اكزامينشن للليتل فينجر والرينج فينجر عشان نتاكد ان في باراستيزيا ليمتد تو ذيس تو فينجرز، ولو في باراستيزيا في الدورسو انا الفوزاليست هنا معناه كده ان الكوبريشن اوف ذا نيرف اباف ذا ريج جوينت، عشان هنا بيحصل بيدي دورسال برانش بيطلع اللي بيغذي المنطقه دي، فلو هنا المنطقه دي فيها باراستيزيا يبقى كومبريشن اباف ذا برانش ذا دورسال برانش اوف ذا نيرف فوق الريست او فوق الميد شافت اوف ذا فور ارم. طيب ازاي نفحص الموتور اكزامينيشن؟ طبعا كروسنج اوف ذا اندكس اند ميدل فينجر هيبقى صعب، العين هيبقى عنده ليميتيشن او ويكنس او ابدكشن اند ادكشن اوف ذا فينجرز. الفورمال ساين اللي احنا شايفين هنا العين بيبدا ان هو يعوض الادكشن لوست ان هو يعمل فليكشن للاف بي ال او فليكشن للاي بي جوينت اوف ثامب عشان يعوض اللوس اوف او ويكنس اوف ادكشن. واخر حاجه البارتنبرج ساين العين بيبقى عنده ابدكشن اوف ذا ليتل فينجر ما بقاش يعمل ادكشن عشان ويكنس اوف ذا ادكتور ادكتور ماسل مش شغالين، واللي بيشد الصباع على بره او بيعمل ابدكشن للصباع هو هنا الاكسسور ديجيتي مينيمي لانها الانسيشن بتاعها بيكون لاترال، فهي بتاخد الابر هاند وبتعمل الوارتنبرج ساين. How to manage under nerve compression برضه ممكن لو العيان عنده mild symptoms او ال OT motor latency not very bad we can start with elbow splinting and extension at night. طبعا في فليكشن بيزود المسافه اللي النيرف ممكن بيمشيها، وده ممكن يكون بيعمل بيزود السيمتومز بتاعت الكومبريشن عشان كده نقول نقلل الفليكشن بوزيشن بتاع الالبو. If no improvement with the conservative therapy so we would shift to optimal therapy. الكومبريشن بتاع النيرف زي ما قلنا الميديا نيرف برضه بنعمله اندوسكوبيك الا لو في كوزد اوبن. برضه هنا هنشوف السيت بتاعتنا، بيبقى عندنا هنا الاوبتيك، بيبقى عندنا هنا السبيكولوم، بيبقى عندنا هنا الفورس ده عشان نقدر نوسع بيه قبل ما نخش في السبيكولوم والاوبتيك. بنعمل انسيجن صغير حوالي سنتي ونص 2 سنتي ما بين الميديا ايبيكوندال والاوبيرون. بنعمل ديسكشن للارنا نيرف. ندخل السبيكولوم وبعدين بنبدا ندخل الاوبتيك. زي ما احنا شايفين بنبدا الاول بروكسيمال الاول او ديستال زي ما احنا عايزين. هنا السبيكولوم موجود في الصوره وده الاوبتيك داخله وفي جزء فوقيها عشان يعمل سيبريشن فات وسبلينش تيشو من الكومبريشنز الستراكشر كومبريشنز على النيرف. طبعا احنا شايفين هنا النيرف بنعمله كومبريشن لحد تقريبا 10 سنتيمتر بروكسيمال ديستال للالبو جوينت. ده طبعا ميزه للاندوسكوبيك دي كومبريشن عشان بالاوبن طبعا صعب ان افتح اعمل فتحه كبيره زي كده، هقدر افتح فتحه حوالي 10 سنتي. اندوسكوبيك تكنيك بنقدر نعمل ريليز للانا نيرف. طبعا هنا في فيسل حصل فيه شويه فين في شويه بريد من فين ما فيهوش مشكله، شايفين برضه ماشي بسرعه شويه ان النيرف هو موجود، واحنا بنحاول نعمل سكشن از ماتش از وي كان، وموستلي 10 سنتيمتر بروكسيمال او ديستال للالب جوينت should be enough to decompress all structural compressing the ulnar nerve. برضه نفس الكلام هنخش ديستال، نخش برضه بالاوبتيك بتاعتنا وزي ما شايفين في structures في الفاشيا اللي فوق ulnar nerve. بنبدا برضه نعمل slow dissection ونبدا نعمل ريليز لكل الستراكشرز اللي ممكن تكون عامله كومبريشن للنيرف. زي ما احنا شايفين بالانسكوب تكنيك شايفين كويس جدا جدا، عاملين ريليز كويس، مطمئنين مفيش حاجه ضغط على النيرف. بالاضافه طبعا ده كله نو تاتش تكنيك، يعني النيرف مفيش ستيشن خالص. ده طبعا بيحافظ على النيرف فاسكولاريتي، بيحافظ على النيرف يبقى هيلثي وما يبقاش فيه مشاكل بعد كده زي رومز او اريتيشنز او بين او سكارينج. طيب امتى بتعمل اوبن دي كومبريشن؟
طبعا في حالات زي الريفيجن كيسز، او لو في سويلنج موجود في المكان ده وعايزين نشيله، ده بقى نبدا نعمل اوبن ديكومبريشن. ولو في تندسي تندو لحصول سبلكسيشن بنعمل انتيريور ترانسبوزيشن للنيرف، ايذر سب كوتينيوس او سب فاشيال او سب ماسكولار. طب في ليس كومن سيندروم هو اللوش دي جيون سيندروم، اللي هو كومبريشن للموتور برانش اوف ذا انوال نيرف as the wrist joint، يا اما الاوريجن بتاع الفيشل ديجيتي مينيمي والباتو ديجيتي مينيمي، او بلاي مور كومن ساعات سويلنس في مكان دي زي جامبليون او لايكوما. وبرضه في حالنا في الحالات الفراكشر اوف ذا هوك اوف ذا هاميت، لو حصل فيها شوت اتروزز وحصل فيها كالس فورميشن، ممكن تعمل كومبريشن على الموتور برانش اوف ذا انا نيرف. ده انا نيرف ماشي، سوفيشال برانش، دي برانش اللي احنا شايفين هنا ماشي تحت المسلز، والنقطة دي كومبريشن على النيرف. علاج ميلي طبعا بيكون عين ميلي بيشتكي من موتوريك او موتور سيمبتومز زي ويكنس اوف ذا هاند، ريلي بيبقى في فلو هاند ديفورمتي او تندرس ما بين ديفورم او لوس هاميت، وبيبقى في ديكريز للهاند باور. نادرا ما يكون في سنسوري سيمبتوم سمع، الا لو طبعا في سويلنج او في تيومر بعض على النيرف كله، فساعات ده ممكن يعمل سنسوري وموتور سيمبتومز. طيب المانجمنت هنا مينلي او بنبدا اول بعلاج كونزرفاتيف سبلنتنج هاندلنج سبلنت دي انتي انفلاماتوري ميديكيشن. لو في طبعا موتور سيمبتومز او في الموتور ريتنس متاثره جامد او ان كيسز، او نعمل هنا دي كومبريشن. وطبعا لو في طبعا كوز موجود زي تيومر او في فراكشر في مكان ده زي الهوكوماميت فراكشر، طبعا بتدخل تدخل جراحي. هنبدا اخر حاجه نتكلم عليها ريزال نيرف. طبعا ريزال نيرف هو ليس كومن نيرف تو شو كومبريشن سندروم اوف ابر اكستريميتي. في ممكن يحصل بروكسيمالي عند خروج النيرف من دورسال لبالمر في لاتر انتماسكول سيبتم، which is very rare. The most more common is the subarachnoid syndrome, which is compression of the superior osseous nerve that is distal to the elbow joint. With Wartenberg syndrome, no compression of the superior radial nerve. طبعا هي الموست كومن هنا هو سبيتو سندروم، اللي هو بيحصل كومبريشن للبوستيريور اوسيس نيرف، يا اما بي باند اوف ستراكشر كروسنج ديستال تو ذا البو جوينت، او باركيدو فروس اور فايبرس ارش بتاع كيسو ديستروس اور فيشاليس، او كومبريشن بسويلنج او جانجليون. البيشنت بيبقى بشكل من بيج بين ساعات بيزيد ات نايت، والبين ده بيراديت بروكسيمال وديستال تو ذا البو جوينت، والبين بينكريز مع الباور موفمنت اوف ذا اكستريميتي. ريلي هنا في موتو لوس، نادر ما نشوف موتو لوس في الحاله دي، هو مينلي الشكوى بتكون بين واحيانا ويكنس مع باورفول يوز اوف ذا هاند او ذا ابر اكستريميتي. طبعا برضه في الاول بنبدا نعمل علاج تحفظي الاول، لو ما فيش نتيجه بنعمل دي كومبريشن للريديال نيرف. زي ما احنا شايفين هنا الريديال نيرف ماشي، هنا سوفيشال برانش بتاعه وهنا بشوت اوسس نيرف، وبعدين هيخش هنا على الارش بتاع السوبرنيتو اللي هي اكيد اوف فروس، ودي بنعملها ريليز علشان نعمل دي كومبريشن للبشوت اوسس نيرف في المكان ده. بس حاجه تانية، هنا كان في الليبوم موجود في مكان ده، تيومر عمل كومبريشن وضغط على البشوت اوسس نيرف، فاحنا عملنا طبعا هنا مش هنستنى هنا، هنعمل طبعا علاج جراحي ونعمل ريموفال اوف ذا تيومر. طبعا ال rear compression أول شيء في حياتي نحصل compression للنيرف عند الشافت اوف ذا هيومرز، when the nerve cross from post dorsal to the lateral intermuscular septum، ممكن نحصل في compression في المكان ده. طبعا هي برضه بنفحص الموتور والسنسوري، ودي حالة very very rare. عايزين نتكلم يعني كده، احنا خلصنا تقريبا سريع عن الكومبريشن سيندروم، وعايزين نعرض حالات بسيطه كده نبص عليها مع بعض برضو، نوع من تنشيط الذاكره، ونشوف برضو حالات كلينيكال مع بعض. دي ده طفل صغير عنده 14 years old، كان عنده long standing swelling عند ال proximal to the elbow joint، هنا الالبو جوينت swelling ده موبايل،
كان برضو بيشتكي من باراستيزيا في الميديال فور ارم، وبيشتكي من برضو نعم بنسو باراستيزيا على السمول فينجر والرينج فينجر. عملنا ام ار اي وبعدين لقينا في سويلنج هنا في المكان ده، وعمل ضغط على الانر نيرف جنبه على طول. عملنا هنا ريليز او عملنا طبعا اوبرتيف اكسبلوريشن، وطبعا لقينا ان في زي سويلنج او تيومر طالع من الميديا بليس نيرف اوف ذا فور ار. ده برانش طبعا الميديا كورد اوف بيكر بيكسس، وكان عامل طبعا كومبريشن على النيرفز موجوده جنبهم هنا في ميديا نيرف وبعد برضه على النيرف. ده سوي بقى عشناه، وطبعا ده لما الباثولوجي فحصناه طلع عندنا نيرو فيبروما ميديا بليس نيرف اوف ذا فور ار. برضه حاله ثانيه انترستنج، بيشنت ما كانش عنده ما عندوش اي جاكو، فجاه كده خبط خبطه في ايديه ووقع، فجاب شكل من تنميل في صوابع في سوري في مكان دون. عمل اكسبلوريشن وشلناه وطلع كالسيفايد هيماتوما. دي حالة تانية برضو عم بيشتكي من numbness في ال index finger وجزء من ال middle finger في swelling في المكان دون. عملنا exploration وعملنا excision of the swelling وطلع عندنا schwannoma. بيطلع من tumor of the Schwann cells of the nerve. دي برضو حالة يمكن أكيد طبعا كنا عارفين دي، برضو في swelling في المكان دون كنا قبل العملية بشكل هو ganglion انسست شويه كموبايل. بس انا كان عندها موتور، كان عندها زيتين ساين كان بوزيتيف. عمل اكسبلوريشن للسويلنج و نيورو فيبروما اوف ذا ادرينال نيرف. دي برضو حاله ثانيه موجوده عند بشكل من بارسيزيا في التو ميدل فينجرز. عمل اكسبلوريشن وطلع عندنا برضو شوانوما. ودي اخر حالين كان عندنا برضو في حالة ممكن على الاجتو بيولوجي جيو سندروم فيكم في كومبريشن على الانال نيرف عند تيست تو ذا ريست جوينت. كان عمل موتور ويكنس وعمل باراستيزيا في الرينج فينجر وسمول فينجر، وعمل سبيشال تيومر وطلع عندنا لايكوما. هو مسج طبعا عندنا 3 من نيرفز وعندنا 8 كومن انترابمنت زونز. كليكال بيكشر والاتوفيشال اكزامينيشن مانداتوري. لو انا عنده سنسوري لوس محتاج نعمل فاست كلاريفيكيشن ونيورولايسيس، عين عنده موتور لوس محتاج الايميديت ديكومبريشن اوف ذا نيرف. ثانك يو فيري ماتش فور اتنشن. ثانك يو فيري ماتش دكتور احمد. نشكر حضرتك على المحاضره الجميله اللي كلها معلومات يعني استفدنا منها كلها دكتور احمد فعلا والله. ربنا يخليك ويجزيك خير يا فندم. كان في بعض الاسئله من بعض الاتندنس بس لحضرتك. كان أول سؤال من دكتور ثروت، هو طبعا بيشكر حضرتك على المحاضرة الجميلة جدا. بيسأل Do you prefer in situ ulnar nerve decompression or anterior translocation؟ لا بيفر in situ، ما فيش أي indication نعمل anterior translocation لـ ulnar nerve بعيدا لو العيان عنده tendency resubluxation و الـ ulnar nerve عنده مشكلة تانية بوني problem زي هل زي vagus deformity of the elbow، فمحتاجين ننقل النيرف قدام. وفي تيست بنعمله اثناء الانتر اوبرتيف ان احنا بنخلي العيان يحرك بعد ما نعمل ريليز للانر نيرف نحسه بايدينا والعيان يبدا يحرك الكوع يعمل فيشن اكستنشن للكوع. لو حسينا ان بعد الريليز اللي احنا عملناه ان النيرف بيتحرك لقدام وبيرجع ورا، يعني في تندس ان هو يحصل في سبلسشن، فاحنا ساعات بنعمل له انتر ترانسبوزيشن. بس زي فيري رين ان هتعمل دلوقتي الا زي ما قلنا في حالات البوني ديفورميتيز او فالكس ديفورميتي اوف ذا البو. غير كده طبعا مش انديكيتد خالص حقيقه. يعني طبعا في سكار في مكان ده في سكارنج في ريفيجن سيرجريز، لكن لو عيان عنده برايمري انا نيرف طبعا ما فيش اي انديكيشن تعمل له ترانسلوكيشن لقدام. يعني تمام. في سؤال تاني برضه يا فندم، كان سوبيناترو سندروم اوكير اكيوت؟ والله ممكن وارد طبعا، بس مش كومن. يعني اكيوت معنى ايه؟ اكيوت بين ولا معنى اكيوت ايه؟ هو ده سؤال، بس هو غالبا يقصد اكيوت كاكيوت اونست، يعني كاكيوت اونست يعني كتروما مثلا او يعني طبعا هو لو هو
ممكن طبعا، ممكن يبقى عنده سويلن صغير جدا في مكان ده، وان او تيومر صغير، لا او ما كبر حس بالسيمز على طول ممكن، او ممكن يكون زي ما بتوصل بيقول بوست تروماتيك هيماتوما اتجمعت في مكان ده بعد تروما، او في فراكشر في مكان ده حصل فراكشر، حصل في انجري يعني، ممكن يحصل اكيد طبعا يعني. بس هو موست كومن طبعا هو كرونيك يعني، تمام. او اونست نوت اكيد طيب اونست. سؤال كمان دكتور احمد، في حالات الريكرنت نيرف انترابلت يعني بوست سيرجيكال ريكرنت مثلا كاربال تان سندروم، بريفير برضه ارثروسكوبك او لابروسكوبك اقصد، ولا اوبن سيرجري افضل؟ لا الريفيجن كارب باتنس سندروم اولويز اوبن سيرجري، اندوسكوبيك تمام. سيرجري ما ينفعش في الريفيجن، لان طبعا الريفيجن بيبقى فيه اناتومي مختلف شويه، بيبقى فيه اسكارنج كتير جدا في مكان دون، في احيان بنحتاج ان احنا نعمل كفرج للانر نيرف الميديا نيرف سواء بفات فلاب او بسينوفيا فلاب، طبعا ده مش هينفع يتعمل اندوسكوبيك، فده طبعا لازم اوبن يعني. دكتور احمد، كنت عايز اسالك سؤال بيتسال لنا كتير يعني، وعايز رايك فيه. انت امتى تعمل وايد كاربال تانل ريليز، يعني وايد كاربال تانل سيرجيكال ريليز، اللي هو تعدي الريست كريز وتعمل وايد ساينوبيكتومي، في حاجه تانية ممكن تعمل فيها كده غير مثلا حالات الروماتويد؟ في الفيجن سيرجري رقم واحد، في الفيجن سيرجري هضطر افتح فتحه كبيره عشان طبعا النيرف اجيبه من فوق خالص بروكسيمالي في الجزء الهيلثي بتاع النيرف، وامشي تمام. امشي ما بعد كده الحته الان هيلثي يعني، ممكن حتى تروما انا هضطر اعمل عندي بيرنيس بريشر ديسلوكيشن وهفتح بقى وهسلك النيرف وعندي هيماتوما كبيره، ممكن اضطر افتح فتحه اكبر شويه برضه، حتى طبعا روماتويد طبعا او حتى الاميون ديزيز اللي هي فيها السنوات جامده هفتح عشان اشيل برضه سنوفيا التيشوز، لكن غير كده ما اعتقدش هفتح الا لو في سبب بروكسيمال بقى انا شايفه، في سويلنج، في تيومر، في حاجه قدامي هفتحها هبص عليها، لكن غير كده لا. هشتغل طبعا اني ابروتش يعني في البالم زي ما احنا بنشتغل. طب الحاجة التانية، لو أنت عندك يعني عندك عيان جاي السيمتومز بتاعته مش واضحة قوي، وعامل مثلا نيرف كوندكشن، جايب إن هو بوست نيرف انترابمنت، يعني عندك الكاربال تانل مع الأنر نيرف عند الريست، الكلام القديم إن أنت كنت بتعمل كاربال تانل ريليز أونلي، وده ممكن يحسن السيمتومز بتاعت الأنر نيرف كمان، ولا حضرتك بتحتاج ان انت تعمل ريليز للاثنين؟ يعني حابب نقول ان في كارب تانل سندروم في لوش ديجون سندروم في نفس الوقت بالظبط. صح كده؟ بصراحة يعني هي رير شوية، ما اعرفش بشوفه كتير في مصر، انا مش بشوف يعني، حاسس ان حاجة رير شوية يعني، ما اعرفش بتيجي كتير في مصر او شفت شفتها قبل كده، هي انا مش بتيجي فاكر كتير خالص. ميس ليدنج من النيرف كوندكشن اللي بيتعمل، بيقول لك الاثنين مضغوطين، طب فانت انا بتاخد دلوقتي كونسيدر حاجه انا مش زي كده. معتمد على كلينيكال طبعا، ساعتها لازم ابص على كلينيكال اكزامينشن، تمام وده الفيصل بالنسبة لي. تمام لو في طبعا موتور ويكنس على مثلا الادكتور ماسل، او على او موتور ويكنس في الابدكشن بتاع الفينجرز، او في اتروفي في الادكتور ماسل، لا طبعا نلحق هشتغل الاثنين يعني، هعتمد مني على كلينيكال اكزاميشن والايفاليوشن بتاعي كلينيكال. لو تمام ان الموضوع بس ميس ليدنج من الفحص بتاع الدكتور النيورولوجي او كده، لا ساعتها مش هعمل كاربال تانل يعني، هو كلينيكال مهم مع النيورولوجي اكزاميشن، بس مش هعتمد على حاجه واحده بس من الاثنين يعني. تمام يعني انت انت لازم تخش كوايت شور من الدايجنوزس ان انت هتفتح تريليز واحد منهم، مش هتمشي ورا كلين بالظبط. عشان مس لا ليدنج لا لا ولا طبعا، عشان معقد مس ليدنج. لا 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 خالص مستحيل طبعا، هو لازم الكلينيكال مع النيورولوجيكال. بالنسبه لل anterior transposition of the ulnar nerve, what do you prefer, subcutaneous ولا submuscular؟ سب فاشل. subfascial. تمام. عشان السكار مولاديشن بتبقى اقل شويه، بس باخد حته من الفاشيه كده واعديها فوق النيرف عشان ما ارجعش تاني ورا يعني، ده يعني انت بتاخد سبوتينس حته بتبقى من الفاشيه وبتكفر بيها النيرف، ما بتخافش ان هي تعمل له سكندري انترابمنت انتيرور؟ ما ممكن يحصل برضه في سب ماسكلر، ما هيبقى مشكله بعملها فيري فيري لوز يعني. يعني قصدي ان هي يعني انا عشان انا شخصيا ببريفير السبكوتينيوس، يعني سبكوتينيوس مع ان نعمل له تراك بسيطه في الكومن فليكسور اوريجين بحيث انه يمشي فيها، بس ما باخدش حاجه تقفل عليه يعني. خالص من اي اتجاه يعني. ما باخدش حاجه تقفل عليه، انا بس بنقله قدام، باخد يعني باخد يعني كاستيتشز بين
تمنع ان هو يرجع ورا، يعني ستيتشز من السبكوتينيوس للميديال للكومن للميديال ايبيكوندايل، بحيث ان تمنع ان هو يرد ورا. لكن انا رقبته سبكوتينيوس بس ما بحبش ان انا اخد حاجه عليه قدام عشان ما تعملوش سكندري انترابمنت قدام. فانا باخد خبرتك برضه. طبعا ممكن طبعا يعني برضه رايك فيك صح، بس انا لما بعملها باخد حته يعني جزء كبير جدا من الفاشيه، بحيث ان انا ما بقاش في اي بيبقى النيرف باخد راحته خالص في الحركه، يعني بحيث ان هو يعني ما يردش ورا زي ما انت بتقول، لكن ما بقاش تايت عشان يحصل له انترابمنت في المكان ده. سبوتينس كويس، بس انا بخاف ان هو بيكون بقرب قرب السكين، فبيبقى السبير سنسيف احيانا يعني، او ما يجي خبطه في ايده او كده بيحس على طول بالالم يعني. لكن طبعا هو كله مخصوص في كله كويس يعني، هو يعني انا معاك طبعا. انت عندك برضه كويري عشان الكارينج يحصل اتعبت مره ثانيه، بس انا باخد بالي انه يبقى فيري وايد وما يبقاش في اي نارو ستيتشز في المكان ده عشان ما يحصلش انترابمنت. تمام. عندنا اذر كويتشن دكتور اسلام؟ لا انا بشوف اهو حاليا، لا ما حدش من الاتندي بيسال اسئله تاني جديده. في واحد بيشكرك بس. بيشكر ده بيشكر على اسئله. احنا كلنا بنشكر اخينا العزيز استاذ جمال على تشريفه معانا النهارده. ربنا يخليك، ربنا يخليك دكتور محمد، اهلا بحضرتك. ربنا يخليك، شرفتنا ونورتنا يا فندم. وعايزين ان شاء الله نبقى في كانت فيري الستريتيف ليكتشر، فيري الستريتيف توك يا فندم. ربنا يخليك يا دكتور محمد، ربنا يخليك سعادتك. انا حبيت بس اكلم الله يخليك يا فندم صفحتك جديده عشان ما نقعدش نتكلم في كلام كتير الناس كلها عارفاه. ربنا يخليك يا فندم، ركز على الحاجات اللي هي الابديتس يعني. ثانك يو سو ماتش سير، ثانك يو سو ماتش. يكون في تواصل الفتره الجايه ان شاء الله في اي حاجه موجوده في حاجه في الهند، يكون في مؤتمر او حاجه اكون معاكم باذن الله ان شاء الله يعني. ابقى سعيد اكون معاكم في شخصي طبعا. بشكر اخويا الدكتور احمد الجمال وحبيبي يعني ان احنا ان هو تواصل معانا، وبصراحه يعني لما اول ما عرضت عليه ان هو يشارك في الكورس رحب جدا، ومبسوط ان هو معانا النهارده وما هيبقى معانا كمان في كورس تروما ان شاء الله، محاضره شيقه ان شاء الله، ويا ريت هو كمان يكون انبسط معانا يعني. طبعا اكيد طبعا، ده شرف كبير لو سامع طبعا، انت عارف اخ عزيز يعني، و عشت عمري يعني. ربنا يخليك.